المقبل. في النهاردة ومبارح وأول إشاعة مشيت على السوشيال ميديا أن معالي الوزير العمري بيه فاروق رئيس نادي نائب رئيس النادي الأهلي رايح الفيفا بشكوى ضد اتحاد الكور، وانتشرت على أحد الجروبات الأهلوية، طبعا مش هقول اسم الجروب يعني أهو ماشي، وأرى لك الكلام لأن بنفسه العمري بيه فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة السابق وشخصية محترمة ولها كل الاحترام وكل التقدير، نفت النهاردة هذا الأمر. قال إيه بقى اللي كان منتشر على الصفحات؟ العمري فاروق نائب رئيس الأهلي: بإجماع المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب قررنا تجميع كل مخالفات الحكام واتحاد الكرة ضد النادي الأهلي لفريقنا ولأي فريق تجامل من الاتحاد ولجنة التحكيم وإرسالها إلى الفيفا بمندوب شخصي مكلف من إدارة النادي لتسليمها يدا بيد، لأننا لن نسكت على هذا الفساد الواضح للجميع، وإن كان سكوتنا أو قلبكم لزيادة الفساد فحان الوقت لكي نوقف أي فاسد عند حد، وهذا قرار نهائي لو نتيجة توقف النشاط الرياضي. معنى البوست ده اللي انتشر على صفحات أهلوية هو أن الأهلي هياخد كل المخالفات اللي عملها اتحاد الكورة وكل المخالفات اللي عملها الحكام ويطلع العمري بيها فاروق بيها على أوروبا أو يطلع بيها مندوب على الفيفا. العمري بيه فاروق كتب الآتي: الخبر كاذب يتم تداوله، أرجو من كل محبي النادي الأهلي أن تأخذ حذرها جيدا. النادي الأهلي حينما يتحدث من خلال المتحدث الرسمي أو على موقعه الرسمي، وهناك من يحاول إثارة الفتنة، وقد تأخرت في الرد لأنني وصلت فندق الإقامة الخاص ببعثة الفريق الأول للنادي الأهلي في كأس الكؤوس في مدينة مكناس المغربي بعد 12 ساعة سفر من الثامنة صباحا. ده عمل الرد ده. فاللي أنا عاوز أقوله، الأمر المنتشر على السوشيال ميديا حول إن يا ابن اسمريت، طبعا مش كنا في المصيف وهنطلع مصيف تاني وتالت ورابع، خلاص هنقعد نرفع عن نفسنا، هنتخلل الضغوط النفسية والعصبية تخلص علينا؟ صلى على حبيبك سيدنا النبي. وبعدين مين قالك لو أنت كنت شايفني مثلا أشقر؟ أنا أسمر طول عمري، والسمار نص الجمال يا حبيبي، السمار نص الجمال يا بابا. كل الناس غنوا للسمار، ما غنوش للبياض. أسمر 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 يا سمراني. يا عم صلى على النبي يا ابني، صلى على النبي يا حبيبي، صلى على النبي يا ابني، صلى على النبي يا ابني، صلى على النبي يا حبيبي. سيبنا لك أنت البياض، خليك أنت أبيض شق اللفت، مش يقولوها كده؟ أبيض شق اللفت، يعني أبيض بشدة. وانا مع عمري ما كنت ابيض الوجه، انا خمر الوجه يميل الى السمار، لكن ابيض القلب ناقص سريره بفضل الله تعالى. فهنا الست الوزير العمري فاروق بينفي مثل هذا الامر اللي انتشر على بعض صفحات السوشيال ميديا الاهلاويه والزملكاويه في ان الاهلي رايح يشتكي للفيفا، وهذا الامر عار تماما من الصحه ولا اساس له جمله وتفصيلا.